السلام عليكم، ونستمر مع حفيد يزيد السكير ابو صابر. مثل ما وعدتكم بهذا الفيديو اني راح اعرض لكم كذبة لابو صابر كذبها على المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، كذبة ما شاء الله تثبت انه ما يوجد في رأس ابو صابر ليس عقلا، انما يوجد مجموعة من الاحذية القديمة ليس الا. خلينا نعرض بشنو كذب ابو صابر، وبعدها ان شاء الله يكون لنا تعقيبات خاصة. العالم إذا كان عالما بفكره وبفتاواه. نعم. فنعرض بعضا من فتاوى السيستاني هذا لكي نعرف كيف يفكر الرجل وأي دين يعتنق. أعرض عيني أعرض، ولا يهمك أبو صابر. نبدأ مع زميلنا المخرج، نعرض بعض الفتاوى. أهي دي أول فتوى سيد ممدوح، هقرأ عليك. لقد كانت نكاح الحيوانات قبل البعثة منتشرة، خلي بالك. اذا جاي تلاحظون انه اهم شيء ابو صابر واثق من نفسه اثناء ما جاي يقرا، وتروي كثير من الروايات انها حلال لكنها مكروه، والاحوط وجوبا ترك هذه العاده التي تسبب الاذى النفسي، ويجب عليك الاعتراف لصاحب الاغنام ودفع قيمتها لملكها. علق. والان ارجوك علق، اني ارجوك انك تعلق على ما قاله ابو صابر. آه. لا تعليق، يعني كيف اعلق على يعني هذه البشاعه يعني. طب اخذ سؤال الراجل الاول. طيب. لحظه، خلينا نسمع السؤال بصوت ابو صابر. طيب مولانا السيستاني اطال الله بعمرك، معلش ناخذها تاني يا سبيل، وقدس الله سرك وجعلك ذخرا للامه الاسلاميه. شنو ممكن تعيد يا ابو صابر؟ مولانا السيستاني اطال الله بعمرك وقدس الله سرك. اذا لاحظتوا قال انه قدس الله سرك، فالكل يعرف انه كلمة ومفردة وعنوان قدس الله سرك هي الى الاشخاص والعلماء المتوفين، وليس لشخص حي مثل السيد السيستاني. لكن خلينا نكمل نسيج كذبة ابو صابر. مولانا انا عندي سؤال محرج كثيرا، يعني وهو ايه يعني جايب لي تأنيب ضمير. مولاي أنا غير متزوج وأعيش في الصحراء، يعني راعي غنم والمعز، مش عارف إيه. مولانا أنا عندي أريد من موبايل وكمبيوتر، لكن أنا فيني شهوة جدا كبيرة ولا يوجد موالية لكي أتزوجها متعة، وللأسف طرأ في بالي فكرة شيطانية وأنا أهوى، أنا مش عارف متحسف، أنا جمعت الخرفان والصخول وعجل صغير. المهم يعني خلاص القول يعني، تفضل. جيد جدا، الان خلصنا من قراءة ابو صابر، خلينا نسمع الضيف هذا الشخص المتخصص اكيد بدين الشيعة شنو علق على هذا الكلام. يعني اي انسان بغض النظر عن فكره او رؤيته يعني يأبى ان يسمع مثل هذا الكلام. ديننا دين الفطرة، الاسلام دين الفطرة، وهذا الكلام مما تأباه الفطرة السليمة. يعني بدون أن يفتح الناس الكتب أو يستمعوا إلى دروس العلم أو يفقهوا الكتاب والسنة، هذا مما تأباه الفطرة السليمة. الفطرة فطرة الله تبارك وتعالى الناس عليها، مثل ما سمعتوا يقول أن الفطرة السليمة اللي انفطر عليها الإنسان السوي تمنع من الإقدام على هذا الأمر. وأنا أقول إذا كانت الفطرة السليمة تمنع من الإقدام على هذا الأمر، فلماذا الفطرة السليمة لا تمنع من الكذب؟ أهلا وسهلا بكم بتفصيخ كذب ابو صابر على السيد السيستاني بخصوص هذه الفتوى. مثل ما شفنا حبيت انه اخليه ابو صابر يتكلم وياخذ راحته بالكذب، وبعدها يتم التفصيخ، وبعدها يتم فضحه. فمبدئيا نقول انه هذه الفتوى هي فتوى مزورة ما الها اي صحة، فتوى تم تزويرها حتى يبدي ابو صابر يروج الى الكذب والتدليس والطعن بمقام المرجعية الدينية الاعلى المتمثلة بالسيد السيستاني. فالان نعرض لكم شنو قال المكتب، مكتب السيد السيستاني، بعد ما توجه له سؤال حول هذه الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نعلم بأن تسعة أعشار دين الوهابية هو الكذب، وسلسلة الكذب والتزوير عندهم متواصلة، وآخر شيء أتوا به
هو فتوى مزورة لمكتب سماحة المرجع الدين الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دامه عزه. وفي الحقيقة قد نشروا الوهابية هذه الفتوى في منتدياتهم بغرض الطعن في فقه الشيعة وشخص مرجعنا العظيم دام عزه. ولذلك أتمنى من القائمين على مكتب سماحة المرجع دام عزه بأن يرسلوا لي رسالة مصورة كالذي في المرفقات يكذب وينفي صدور هذه الفتوى حتى أقوم باللازم والرد على هذه الفرية في المنتديات لكي نزيل الشبهات. ولكم جزيل الشكر ونسأل الله لكم التوفيق. جواب المكتب باسمه تعالى جواب مزور لا حقيقة له ولا يجوز وطأ غير الزوجة مطلقا. هذا جواب المكتب. وهسه راح نعرف منين هذه الفتوى اجت ومنو اللي يجيز وطأ الحيوانات. خليكم ويا الفيديو. مثل ما قرأت على مسامحكم انه هذه الفتوى هي فتوى مزورة ما إلها أي صحة الصدور من مكتب السيد السيستاني حفظه الله، والكذب واضح جدا. فهل من المعقول شخص يفعل مثل هذه الأفعال الحيوانية يرسل اسمه وإيميله وعمله إلى مكتب السيد السيستاني بطريقة علنية؟ وإذا تلاحظون أنه أبو صابر مخلي اسم هذا الشخص علي أكبر حتى يثبت لأتباع القطيع أنه هذا الشخص شيعي. خلاصة الفيديو، يثبت محمد صابر مثل ما قلت ببداية الفيديو انه ما يوجد في رأسه هي مجموعة من الأحذية القديمة ولا يوجد في رأسه عقل اطلاقا. لكن خلينا نقر عينك يا ابو صابر، من هو الذي يجيز هذه الفتوى؟ من هو الذي يجيز وطأ الحيوانات؟ خلينا نسمع الى هذا الداعية الوهابي وهو يفتي بهذه الفتوى. مسألة تنازع العلماء في إتياء في الكفارة على من أتى بهيمة. القول الأول تجب عليه الكفارة وهو قول أبي حنيفة، والقول الثاني لا تجب عليه الكفارة وإن كان محرما وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وأصح القولين أنه أن الكفارة لا تجب لأنه لا يسمى جماعا. سنن أبي داود تحقيق شعيب الأرناوط ومحمد كامل الجزء السادس. حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وبابكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء، وقال الحاكم وراء أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. أثر الموقوف إسناده حسن، يعني على كلام ابن عباس من أتى بهيمة أجلكم الله لا يقام عليه الحد ولا. ومثل ما لاحظتوا أنه هذه الفتوى هي فتوى صادرة من مذهب غير مذهب أهل البيت عليهم السلام. فيا أبو صابر أرجوك 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 كذب ثم كذب ثم كذب، لأن هذا كذبك هو اللي ساعدنا صراحة بنشر التشيع أكثر وأكثر. يكذب على المرجع الدين الأعلى السيد علي السيستاني ويزور الفتوى، وبعدها نشوف أنه هذه الفتوى نفسها موجودة بكتبه. فأرجع وأقول كذب يا أبو صابر حتى يتشيع الناس. وبس، هو هذا كان فيديو اليوم. في أمان الله.